جزيلا لك عبد العزيز النصر، والشكر أيضا موصول لضيفيك العزيزين. تحت أمطار غزيرة تتعطل على أرضية ميدان سانتياغو برنابيو في مدريد، تيبو كورتوا يقدم جائزة ليفياشين التي نالها الأسبوع الماضي منتخبات بلدانهم. طبعا أجواء كبيرة جدا في سانتياغو برنابيو في مدريد قبل ثواني من انطلاق المباراة 11 بالنسبة لريال مدريد هذا الموسم في إطار الدوري في مواجهة نادي إشبيلية، الفريق الذي يدربه المدرب خوخي سان باولي منذ بضعة أيام فقط. طبعا صورة المرمى جوداي مع مونسيال وماركاو ثلاثي وسط الدفاع، تيليس على الجهة اليسرى، جونيور مازال، فينيسيوس، فايلا، هوبا بجول، يعطي لوكا مودريتش كرة على طبق الجول في منتهى الروعة اللعبة وفي منتهى الروعة التمريرة في منتهى الروعة. هذا توريس يحاول يمر، ما زالت الخطورة، لاميلا 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 لاميلا، الكرة في الركنية، ثاني ركنية لعناصر ينتظر فالفيردي، يلعبها مع رودريجو فالفيردي، يو خطأ على خط، لا فينيسيوس جونيور، خطأ يصفر حكم المباراة لصالح عناصر الريال. فيدا لابا وتوني كروس، لابا رائع الكرة هذه من دافيد لابا، فينيسيوس جونيور دخل يواصل، فينيسيوس مازال يدخل، فينيسيوس تسديد الركنية الأولى لريال مدريد بعد هذه المحاولة من فينيسيوس جونيور حتى في غياب بنزيما. فالفيردي على الجهة اليمنى، فالفيردي وصلت لفينيسيوس جونيور، استلم الكرة فينيسيوس، خطأ بطاقة صفراء أخرى يخرجها حكم المباراة، تدخل هنا كان قوية مونتيال، يعني كلفتنا هدف بعدين نزيد. ضايع من لوكا مودريتش، فالفيردي يرجع للوكا، التصديدة، اولا لا، شوف الكرة كيف تمشي يمينا وشمالا بين لاعبي فريق ريال مدريد، من هنا إلى هناك، وليس هناك أي خطأ، تلعب بالخلف مع جوداي لاميلا استلم، لاميلا، خطأ يا سيد الحكم، خطأ يا سيد الحكم، وبطاقة صفراء يخرجها في هذه اللحظات في وجه تشواميني لصالح راكيتيتش وعناصر إشبيلية. دقيقتين لوكا لفالفيردي، فالفيردي لفينيسيوس جونيور، زايد الكرة هذه، فينيسيوس جونيور وجد نفسه وجها لوجه امام ياسين بونو، خرج بسرعة راكيتيتش، هيل الكرة، هيل لاميلا، جول مونتيال، رائع خروج إليك لاميلا، رائع تمريرة إريك لاميلا تحت أرجل تيبو كورتوا، هدف التعديل لذلك الريال حاول أن يضغط. توريس لاميلا، كرة صعبة لنادي إشبيلية، لاميلا على الجهة اليمنى لخيسوس، نافاس، قائمة ثانية خطيرة، إيسكو بيسرى مرة سلامات الكرة، مونتيال على الجهة اليسرى، وصل لاميلا، لاميلا رائع كرة لاميلا من مونتيال في الأولى، كاد يكررها الثنائي، هدف التعديل صالح أسينسيو، خطيرة بابا 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 جول، يحدث ما هو منتظر من التغييرات الخمسة التي حدثت منذ حين، دائما في الهجمات المعاكسة الريال خطف الكرة بسرعة، انطلقوا ثلاثة ولا أربعة، وخرج لوكاس فاسكيز من هنالك وسجل جول، أسينسيو بسرعة من هنالك لفالفيردي، الريال ينتفض، يا سلام عليك يا فيدريكو فالفيردي، هذا صاروخ أرض جو يا فالفيردي، هذه ليست كرة، هذه ليست لعبة.